وللمزيد انضم إلينا مراسلنا محمود جميل للاطلاع على المزيد من التفاصيل. أهلا بك محمود. محمود، نعم، أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. الآن تنطلق الفعاليات الخاصة بمهرجان الطبول، ولكن هذا اليوم على مسرح السور الشمالي بشارع المعز لدين الله الفاطمي. وهذه هي المفاجأة الكبرى في هذه النسخة، وهي النسخة التاسعة، أن يعود المهرجان مرة أخرى إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي، أحد أبرز الوجهات السياحية والأثرية الهامة في مصر. منذ قليل انتهى الكرنفال الخاص الذي شارك فيه كل الفرق المشاركة في هذه النسخة، يبلغ عدد الفرق 43 فرقة يمثلون 18 دولة من مختلف دول العالم، يحملون رسالة سلام إلى العالم. دقت الطبول اليوم وتحولت آلة الطبول من الحرب للسلام. والمميز في هذه النسخة أيضا أن دولة تونس هي ضيف شرف هذه النسخة. من خلفي كما تشاهدون يعني إحدى الفرق التي تعزف المقطوعات الموسيقية المختلفة الآن بالطبع يعني إطفاء لمسة جمالية على الحاضرين. الجو ممتلئ تماما هنا في مسرح السور القاهرة الشمالي بشارع المعز لدين الله الفاطمي. أيضا هناك يعني مشاركة كبيرة من الجمهور العاشق لهذا المهرجان، والذي ينتظر هذا المهرجان كل عام داخل الأماكن المختلفة الذي يقام فيه المهرجان. ضيف الشرف هذه النقطة كما تحدثت. نعم محمود، إذا حالة من البهجة نتابعها معك من خلال مهرجان الطبول الدولي. أشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا محمود جميل.